الحوثي في 2020 للاسف الشديد انا اقولها بكل مراره انه هناك بيستنزف من ابناء الشعب اليمني الحوثي في 2020 قدم 10000 قتيل وحتى تعرف انه يستهتر بارواح الناس وقدم خيره مقاتليه لم يبقى معه الا القليل الحوثي استنفد كل مخزونه البشري في القوات العسكريه ولهذا بدا الان بدات ايران تدخل بثقلها وعندما شعرت أن المشروع ممكن يسقط فقدموا اليوم هذا قائد أحد, قادة ألوية الحرس الثوري تحت غطاء مسمى سفير حسن, حسن, إيرلو حسن إيرلو وهو الذي يشهد أن يدير هذا المشهد مسؤول الملف اليمني في إيران في الحرس الثوري وهو مش مسؤول هذا اليمن من 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 20 30 سنه يعني وليس ليس من اليوم هو لديه خبراء على الارض الذين يعدون الصواريخ ويطلقونها بهذا القدر من الاحترافيه وبهذا القدر من الدقة في الإصابات للأهداف الحيوية السعودية هؤلاء إيرانيون ولديهم خبراء أما الحوثيين